المشفى مدعوم من قبل الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما. موقع المشفى بمدينة كفر تخاريم. مدينة كفر تخاريم سابقا كان عدد سكانها قبل 2011 حوالي 35,000 نسمة، حاليا العدد الضعف. حاليا المشفى تعرضت لضغوط بسبب موجة النزوح الهائلة اللي صارت بالفترة الأخيرة، كون موقع المشفى في منطقة حدودية شمال محافظة إدلب. الحقيقة صار في بعد موجة النزوح الأخيرة اللي عاناها ريف المعرة ومدينة المعرة، ضعفت أعداد المراجعين للعيادة الداخلية بمشفى وسيم حسينو. كنا تقريبا راجعنا باليوم الواحد في الفترة الصباحية تقريبا حوالي 40 إلى 50 مريض، حاليا تقريبا الضعف العدد صار حوالي 90 إلى 100 مريض يوميا. هذا الموضوع أدى لعبء على العيادة وعلى الطبيب وعلى وقت الطبيب وعلى موضوع ضغط المرضى بالمشفى بشكل عام. في ازدحام كتير وعم نوقف على الدور كتير، لأن هم الساعة 8 الصبح هلا واقفين واستهلا أمورنا ما مشيت. بده يكون في توسع أكثر من هيك للمراجعين، يكون في خدمات كويسة، وفي نسبة نزوه كتير كلها على المشفى هون بغير المشفى هون في المنطقة. حقيقة عمل العيادة بالآونة الأخيرة قد تضاعف، يعني بنسبة الضعف أو أكثر قليلا بسبب موجات النزوح الأخيرة التي طالت الشمال السوري من نازحي مدينة معرة النعمان وريفها وريف إدلب الجنوبي، وحاليا بدأت موجة نزوح يعني من ريف حلب الغربي طالتنا أخيرا، فتضاعف عدد المراجعين على مستوى العيادة الداخلية من حوالي 40 ل 45 مريض يوميا، حاليا نحن عم نشوف حوالي 100 مريض يوميا. بصراحة هذا العدد عدد كبير على مستوى عيادة واحدة في المشفى.